اهلا وسهلا بحضراتكم. فبراير غالبا كده شهر الماتشات، يعني في جرعه ماتشات للاهلي في فبراير كده ان شاء الله تستمتعوا حضراتكم بيها. طبعا قول ثلاث اربع ماتشات وليه لا، ثلاث اربع ماتشات نتمناهم ان شاء الله في كاس عالم للانديه، عندنا كمان سوبر افريقيا ان شاء الله احتمال كبير جدا يتلعب في فبراير، عندنا كمان انطلاق دوري الابطال بماتشين. هنستعرض مع حضراتكم جدول مباريات الاهلي، وخليني اخد راي كابتن عادل مصطفى طبعا ضفنا في قرعه دوري الابطال والمجموعه اللي وقع فيها النادي الاهلي مع المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلاب الكونغولي. اعتقد انه مجموعه الى حد ما انا وصفتها بالسهله نسبيا مقارنه ببقيه المجموعات، رايك كابتن عادل؟ لا هو بص، مجموعات افريقيا طبعا زي ما حضراتكم شايفين، وحضرتك طبعا متابع معانا كابتن عادل، الجدول بتاع ماتشات النادي الاهلي 12 13 فبراير هنستقبل المريخ هنا في القاهره، بعد كده نخرج عشان نلعب في نفس الشهر تحديدا 23 فبراير الجوله الثانيه، هنلعب مع سيمبا التنزاني على ملعبه. الاهلي يلعب مع فيتا كلوب هنا في القاهره 5 او 6 مارس، ويسافر يلعب مباراه العوده مع فيتا كلوب برده يوم 16 مارس، نسافر نستقبل نلعب مع المريخ في السودان يوم 2 او 3 ابريل، وبعد كده اخر مباراه للنادي الاهلي في المجموعات هيكون مع سيمبا التنزاني هنا في القاهره 9 او 10 ابريل. ايه معترض على انها المجموعه الاسهل نسبيا في او سهله نسبيا؟ مش الاسهل، ولكن مش هسهل. ما بتحبش تسهل خالص. انا بنصر لا، احنا متفقين ان احنا بنلعب مع الابطال، يعني احنا كل فرقه موجوده معانا في البطوله هي بالتاكيد عندها روح البطل، لكن مقارنه ببقيه المجموعات اسماء الفرق مقارنه باسماء الفرق، ولكن انا بقلق اكتر او ما بحبش ادخل في حاجه سهله، بتبقى على طول لو انت الفرق اقوى بتبقى تركيز اعلى، تركيزك بيزيد، ولكن هي خلينا انا متفق معاك ان هي في المتناول، يعني تقدر تشتغل فيها، تقدر تعمل فيها يعني شغل كويس، وتقدر تعمل يعني انت اول ما سمعت القرعه يا كابتن عادل ما قلتش الاهلي خلاص عادل. يعني بيني لا انا بتكلم، سيبك من الفرقه ومن الجهاز، انا بكلمك المدرسه اللي احنا متعودين عليها بتقول ان احنا لما اوصل لنقطه الاهلاوي اللي جواك يا كابتن عادل. لا الاهلاوي بيقول ان انت لازم توصل فعليا لعدد نقط هي ممكن تكون يديك اريحيه ان مفيش فرق مزعجه قوي. أيوه. ولكن برضو ممكن في مباريات ممكن تلاقي فرقه بتأدي بشكل كويس، بالذات كمان انت تروح هتسافر ماتشات مش سهله. انت المنافسين الرئيسيين ليك في كل النسخ الاخيره اللي انت لعبت فيها مش موجودين. مظبوط. يعني 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 وداد بعيد عنك، ترجي بعيد عنك، سان داونز بعيد عنك. كان عندنا مجموعه هتلاعب لو انت عايز توصل للتتويج لازم كده كده هتلاعب، بس انت بتتكلم في ان البدايه مش اصعب حاجه، وانا متفق معاك، ولكن احنا بنقول ان احنا لازم توصل لعدد معين من النقاط تتاكد ان انت هتصعد في المجموعه.